إسماعيل يواجه هيئة جودة التعليم بالعمل على معادلة الشهادات المصرية بالدولة. لمواجهة ارتفاع الأسعار، هيئة الثروة السمكية تطرح إنتاجها في منافذ التموين بأسعار مناسبة. الطرق والكباري تجري تجارب تحميل على محور شبرا بنها الحر تمهيدا لتشغيله نهاية يونيو المقبل. حضراتكم في جولة إخبارية جديدة من أون لايف. إلى تفاصيلها، حيث عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل وبحضور وزراء البيئة والصحة والتموين والزراعة وممثلي عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم تحديد مقر عمل الهيئة ووضع موازنة مبدئية لها على النحو الذي يسهم في بدء نشاطها وتمكينها من أداء دورها ورسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء والتأكيد من صلاحيته للاستهلاك الأدمي وتنظيم تداوله ووضع الإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ. وجاء إنشاء تلك الهيئة بهدف إحداث نقلة نوعية ورفع جودة الصناعات الغذائية المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا. وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل هيئة جودة التعليم بالعمل على معادلة الشهادات المصرية بالدولية. وعقب لقائها مع رئيس الوزراء، قالت رئيسة الهيئة يوهانسن عيد إن مؤتمر جودة التعليم المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري سيتضمن الإعلان عن الإطار القومي للمؤهلات واتفاقية الاعتراف المتبادل بين الهيئة والمنظمة الدولية للتعليم الطبي. وأوضحت أن الهيئة تأخذ في الاعتبار أثناء عملية الاعتماد والتقييم للمدارس الكثافات الطلابية في الفصول. تقدمت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود جوان ليو بالشكر لرئيس الوزراء شريف إسماعيل على استقباله لوفد المنظمة، مؤكدة على اهتمامهم كمنظمة بزيادة التعاون في مصر. ووجهت ليو عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وجهت الشكر لمصر على قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر والذي يعمل على حماية العاملين في مجال الخدمات الطبية في مناطق النزاع. وأشارت رئيسة المنظمة إلى أنها ستعقد لقاءات مكثفة في وزارة الخارجية حول الأنشطة المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. استمرارا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 23 من مارس حتى 4 من أبريل 2017.
شهد وزيرا الزراعة والتموين توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لتسويق الأسماك لتوريد الكميات التي يتم توفيرها وطرحها في منافذ التموين بأسعار مناسبة. وأوضح وزير الزراعة عبد المنعم البنا أن المبادرة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرا إلى العمل على تنفيذ خطط عاجلة لزيادة إنتاج الأسماك إلى 2 مليون طن خلال عامين. من جانبه كشف وزير التموين علي المصلحي عن الاتفاق مع هيئة تنمية قناة السويس لتوفير جزء من إنتاج مزارع الأسماك التابعة لها لطرحها في منافذ الوزارة. وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية. أهلا بك معنا دكتور. وبداية قبل الخوض في تفاصيل هذا البروتوكول وهذا التعاون وهذه المبادرة، يجب في البداية معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك، ما هي ببساطة؟ أهلا بك، مساء الخير يا فندم. أهلاً. مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام. أحب أوضح بس في البداية ان الاسباب اللي كانت مؤديه لارتفاع الاسعار هو كان في تجار كتير جدا ابتدوا يصدروا كميات كبيره جدا من الاسماك لبعض الدول العربيه المجاوره، دوت ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل مباشر. نعم. مع وجود اسباب اخرى جانبيه، لكن التصدير كان السبب الرئيسي لهذا الموضوع. في اجتماع حكومي ان شاء الله هيكون قريب جدا، احتمال يكون النهارده وبكره، لاتخاذ بعض الاجراءات اللي من شانها ان هي تحافظ على الاسعار في السوق الاسواق، وخاصه ان احنا داخلين على مواسم بيحب المصريين ان هم ياكلوا فيها الاسماك سواء المملحه او الاسماك الطازجه. طيب، الى اي مدى تساهم هذه المبادره وهذا التعاون بين وزاره التموين ووزاره وزاره التموين ووزاره الزراعه الى انخفاض اسعار الاسماك بشكل ملحوظ في السوق المصريه؟ اولا لازم اكد ان الدوله لن تبخل في يوم من الايام على مواطنيها ان توفير السلع باسعار كويسه. مزارع الثروه السمكيه تم الاتفاق زي ما سالتك نوهت في البدايه ان شركه تسويق اسماك التابعه لوزاره التموين بالمنافس بتاعتها المنتشره على مستوى الجمهوريه هتبتدي تطرح كميات كبيره جدا من انتاج مزارع وزاره الزراعه. ثاني حاجه ان عملنا بروتوكول مع محافظات كثيره ان احنا برضه هيوفروا لنا منافذ وندخ برضه من انتاج مزارع الثروه السمكيه للمنافذ الموجوده. الاسعار اللي موجوده من شانها ان هي تبتدي تقلل من تزود من كميه المعروض من الاسماك. نعم. وفي نفس الوقت تعمل منافسه جديه مع التجار. لابد ان نعرف ان سلعه الاسماك هي اسماك سريعه التلف، لابد ان يكون في اسواق سريعه بالنسبه لها. كون ان في انتاج ضخ كميات كبيره جدا من الانتاج في الفترة القادمة. نعم. أكيد إن شاء الله هيحصل نوع من التوازن واستقرار الأسعار في السوق بالكامل. طيب، يعني أنت تتحدث فيما سيتم تنفيذه في المستقبل القريب، لكن يجب الوقوف على معرفة الأسباب سيدي الفاضل لمنع حدوثه. يعني بعد ذلك عندما تحدثت عن فكرة أن هناك كان تصديرا كبيرا للأسماك، أين الدولة من هذا التصدير؟ أين وزارة التموين ووزارة الصناعة وهيئة الثروة السمكية؟ ألم ينتبهوا لفكرة التصدير الكبير و أن هناك مشكلة ما ممكن أن تحدث في العاجل القريب؟ يمكن ذكرت في البداية مع سعادتك، قلت لك أن في قرارات هتكون في خلال الساعات القادمة سواء النهاردة أو بكرة. لابد تعرفي أن كل قرار اقتصادي له تبعاته. العملية يعني هي مش هتكون مجرد قرار وخلاص، ولكن لابد أن يكون في يعني دراسة أو تأنية للقرار. اللي على فكرة زيادة الأسعار ما تمتش أو ما ارتفعتش قوي إلا من خلال 3 أسابيع بالكثير، ما كانش بالأسلوب دوت قبل كده، يمكن حصل فيه ارتفاع طفيف من شهر تقريبا، ولكن من 3 أسابيع اللي حصل فيها زيادة في الأسعار، لأن برضه في تدخل كبير جدا من كتير من تجار الجشعين اللي هم مش عارفين يصدروا فابتدوا يبيعوا بنفس الأسعار التصدير مع التجار الأخرى.
ان شاء الله بامر الرحمن هيكون في طرارات قريبه جدا، النهارده بكره بكثير هتحد من انخفاض المعروض في الاسواق وهتقلل الاسعار ان شاء الله. خلي بال سعادتك القرارات الاقتصاديه مهمه جدا جدا، ولابد ما تتاخد بدراسه وتأني بحيث ان تبعاتها تكون او سلبياتها تكون اقل بكثير. نعم، طيب يعني سؤالي الأخير، هل المقاطعة أتت أكلها؟ وكان حال غالبية الناس يعني لسان حالهم حنقاطع، يعني لم يكن هناك خيار لهذه المسألة، هل هذه المقاطعة برأيك أتت أكلها؟ لو أنا كمواطن أو بتسألني كمواطن مش مسؤول، أكيد أتت أكلها. نعم. لأن الأسعار مبالغ فيها، وكان في جشع ونهم شديد جدا جدا عند التجار، وما كانش صح يكون ارتفاع بهذا الاسلوب والمنطق. زيادتهم ومكاسبهم كانت كبيره جدا في الايام السابقه، وكان بغير ذا حق يعني. اكيد لما حصل مقاطعه في نعم دكتور، يعني دكتور هي نفس الدائره التي ندور في فلكها فيما يتعلق بجشع التجار، فيما يتعلق ايضا بالاحتكارات، ازمات متكرره، يجب على دوله ان يعني تسيطر على هذه المسائل الواضحه امامها حتى لا تتكرر مثل هذه الازمات. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد الحسني رئيس هيئه الثروه السمكيه. تواصل محكمة جنايات المنصورة محاكمة المعتدي على رضيعة الدقهلية، وشهد محيط محكمة جنايات المنصورة إجراءات أمنية مشددة. كان المتهم قد اعترف في أقواله بقيامه بخطف الطفلة البالغ عمرها 20 شهرا من أمام منزلها، كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة الذين أكدوا على مشاهدة المتهم يحمل الطفلة ويتجه بها إلى إحدى العشش البعيدة عن الأنظار. عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمين اثنين في قضية أحداث عنف الظاهر بالسجن المشدد لسبع سنوات وتغريمها 20,000 جنيه ووضعها تحت المراقبة لخمس سنوات. وأدانت المحكمة المتهمين بالانضمام لجماعة غير قانونية وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتورا تأجيل محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات لجلسة 8 أبريل الجاري للبدء في سماع مرافعة الدفاع. ونشبت مشادة كلامية حادة بين فريق الدفاع بالقضية ورئيس المحكمة بسبب إصرار الدفاع على الحصول على تأجيل مناسب لبدء الترافع. سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب داخل صالة جمباز بنادي الجزيرة الرياضي، ومنعت أجهزة الدفاع المدني الحريق من الامتداد إلى باقي أجزاء الصالة. كان رئيس نادي الجزيرة قد قال إن الحريق اندلع داخل صالة الجمباز نتيجة ماس كهربائي. وللمزيد من المتابعة معنا مينا مكرم من أمام نادي الجزيرة للتعرف على الأوضاع هناك في هذه اللحظات. إليك مينا وأهلا بك على شاشة أونلاين، تفضل. نعم، منذ لحظات ودقائق قليلة انتهت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على هذا الحريق الذي نشب كما ذكرت نهى بسبب ماس كهربي، وهو السبب المرجح حتى هذه اللحظة من قبل قوات الحماية المدنية التي توجهت على الفور بعد اندلاع هذا الحريق الذي نشب تقريبا في تمام 4:15، حيث أدى إلى انهيار كامل صالة الجمهورية واحتراق كل ما بها من أجهزة ومعدات نتيجة المواد القابلة للاشتعال المتواجدة بهذه القاعة. ولم يكن هناك أي تمرينات تجرى في هذه القاعة، كان هناك بعض التحضيرات لبدء التمرينات، ولذا تمكنت القوات من إخراج الفتيات المتواجدات بهذه الصالة على الفور فور ملاحظة ألسنة النيران وبداية اللهب. ولم تسجل حتى هذه
اللحظات أي حالات إصابات نتيجة هذا الحريق، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمقر نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك للسيطرة على هذا الحريق. ومنذ لحظات غادر أيضا مدير الأمن الذي قدم منذ تقريبا ربع ساعة لتفقد موقع الحادث، وبصحبته عدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية. والآن تجرى يعني إخماد كافة الأدخنة وليست النيران المتبقية من هذا الحريق من داخل نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مينا مكرم من أمام نادي الزمالك على هذه التفاصيل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد لحظات محافظ الشرقية يعلن إنشاء خط سكة حديد من بلبيس إلى العاشر من رمضان. أهلا بكم من جديد. انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من محور شبرا بنها الحر الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، وأكدت شركة المقاولات المشرفة على المشروع على جاهزيته لتشغيل نهاية شهر يونيو المقبل. احنا شغالين هنا في القطاع الاول في مشروع شبرا بنها، في عندنا في القطاع الاول في مجموعه ست كباري وست انفاق في اول قطاع منهم. القطاع الكبير اللي اكبر كوبري في المشروع اللي هو كوبري الربط طريق شبرا بنها على الطريق الدائري. عندنا ملف اختبارات ضبط الجوده، ده اهم حاجه عندنا لان الجوده مع التايم مهمين جدا. من مشروع شبرا بنها واخدين 5 كيلو و200 بفضل الله الحمد لله، يعني احنا في المراحل الاخيره بنركب العمدان دلوقتي، بنعمل تجربة تحميل بعد ما خلصنا الكوبري. جامعة القاهرة بتيجي بتعمل تجربة تختبر الكوبري، بتدينا شهادة ان الكوبري جاهز للاستخدام. الحمل التصميم للكوبري 120 طن، احنا بنعمل تجربة بدفع الحمل بمرة ونص الحمل التصميم 180 طن. هي دي تعتبر آخر حاجة بالنسبة للكوبري، زي ما حضراتكم شايفين الأسفلت خلص اهوت والكهرباء وآخر حاجة بنعملها اللي هو الجزء بتاع تجربة التحميل ده، وشغالين جوه في القطاع بنخلص برضو طبقات السن والأسفلت والكلام من ده. إن شاء الله في الميعاد المحدد إن شاء الله 30/6 هنكون مخلصين بمشيئة ربنا. عقدت الإدارة العامة للمرور المؤتمر 12 حول قواعد المرور بعنوان الحلول الجذرية للأزمات المرورية، وذلك بهدف توعية المواطنين بقوانين المرور. وقال اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور إن مشروع قانون المرور الجديد لا يزال قيد الدراسة. احنا بنبحث معهم خلال الثلاث أيام المؤتمر وضع حلول لأزمة المرور، سواء في الناحية التشريعية هناك مشروع قانون مرور جديد هيعرض على السادة مديرين المرور، وهندون الملاحظات هنصل إلى قانون يطبق على الجميع، قانون رادع، قانون يؤدي إلى انضباط في الشارع. معروف ومعلوم أن قانون المرور هو قانون إنساني، بمعنى أن المواطن لابد أن يلتزم، فالتزام المواطن هو الذي سيؤدي إلى سيرة الحركة المرورية. كشف محافظ الشرقية خالد سعيد عن إنشاء خط سكة حديد يمتد من مدينة بلبيس إلى العاشر من رمضان لتخفيف العبء على مدينة الزقازيق والحد من الاختناقات المرورية. وأوضح سعيد أن خط السكة الحديد الجديد يمتد لمسافة 22 كيلو مترا ويتكلف إنشاؤه 1 مليار جنيه، وأضاف أن وزير النقل أصدر تعليماته بإنهاء الرسومات والتصميمات الهندسية اللازمة للبدء فورا في تنفيذ إجراءات إنشاء الخط. وأشار سعيد إلى أن المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية والخدمية التي ستقام في محافظات الشرقية وتساعد على توفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية. أكد محافظ الشرقية خالد سعيد أن التمريض مهنة سامية ورسالة إنسانية، وتعد أحد أهم الأدوات اللازمة لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفيات. وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية التمريض، أشار سعيد إلى أن الجامعة تمثل بيت الخبرة للمحافظة وتقدم الاستشارات الفنية والهندسية والجمالية لتطوير مدن المحافظة وتجميلها.
تفقد محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر شونة القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي في مدينة فايد، وأشار طاهر إلى الاستعداد الجيد لموسم توريد القمح، لافتا إلى انتشار أماكن استلام المحصول من أجل توفير سبل الراحة للمزارعين، كما نوه إلى تشكيل لجنة لمتابعة ورقابة عملية التوريد. وافقت اللجنة العليا للاستثمار محافظة البحيرة على إقامة 11 مشروعا استثماريا متنوعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 114 مليون جنيه، تشتمل على مجالات الاستثمارات الجديدة وفرز وتعبئة الحاصلات وثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة ومستودعات غاز وتصنيع أعلاف، فضلا عن مصنع تعبئة مياه طبيعية وغازية ومشروعات أخرى متنوعة. وستوفر هذه المشروعات ما يقرب من 400 فرصة عمل لأبناء المحافظة. قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن عدد الحاجزين وصل إلى 159 حاجزا بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي، قاموا بالتحويل لمدينتي السادس من أكتوبر وبدر بدلا من 15 من مايو ومنطقة حلوان. وأضاف أن من يرغب في التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لتعديل الرغبة، وذلك حتى يوم 2 مايو المقبل. وأشار إلى أنه تم السماح بالتحويل من 15 من مايو ومنطقة حلوان لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظرا لكثرة عدد المتقدمين والذين سيتم تسليمهم للوحدات على مراحل. قالت وزارة التجارة والصناعة إن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس أولويات الوزارة كمحور رئيسي لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية ل2020. وقال مساعد وزير التجارة والصناعة المهندس حسام خطاب في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير طارق قابيل أمام الندوة التي ناقشت الاستفادة من التجربة السويسرية في تصنيع الآلات النسيجية، قال إن مصر تمتلك كافة المقومات لإقامة صناعة نسيجية متطورة وحديثة. وهذه تذكرة بأهم العناوين. إسماعيل يوجه هيئة جودة التعليم بالعمل على معادلة الشهادات المصرية بالدولية. لمواجهة ارتفاع الأسعار، هيئة الثروة السمكية تطرح إنتاجها في منافذ التموين بأسعار مناسبة. الطرق والكباري تجري تجارب تحميل على محور شبرا بنها الحر تمهيدا لتشغيله نهاية يونيو المقبل. ومستمرون معكم على شاشة أونلاين.